العاشر من محرم على الأبواب، والمواكب الحسينية والمآتم كما في كل عام نشرت قماش السواد حزنا، لكن الاختلاف في هذا العام هو انتشار فيروس كورونا الذي أوجب على الجميع الأخذ بالحيطة والحذر في إقامة هذه المجالس كانت في بغداد أو باقي محافظات العراق. طبعا هذا الوباء هو وباء عالمي وأصاب جميع أنحاء بلدان العالم، والالتزام بالشروط الصحية واجب شرعي. المرجعية الدينية قد استغنت عن إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وغلقت الأماكن المقدسة. هي هذه الرسالة إلى جميع أبناء الشعب العراقي أن يلتزموا بهذه الضوابط، لكن لا يتخلوا عن الشعار، كون هذه الشعيرة هي العقيدة التي يعيش من أجلها شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي، لكن ضمن الالتزام بالضوابط الصحية. هم ملتزمين بتوجيهات المرجعية التي نعتبر هذه التوجيهات أمر وواجب طاعتها، وبالتالي حتى تكون هذه الشعائر تفي بالغرض لابد أن يكون هناك التزام حقيقي بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الصحية. الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة هي واجب لا يقل قدسية عن إقامة مجالس العزاء. هذا الأمر الذي أكدت عليه المرجعية الدينية في النجف الأشرف، والتي بدورها حرمت الاستهانة بهذا الوباء وألزمت الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير الصحيحة للوقاية من انتشار هذا الوباء بصورة أكبر. طبعا كل الأخوة المعزين ملتزمين بتوصيات المرجعية الدينية وإجراءات وزارة الصحة. هذا الالتزام يبدأ من ساعة انطلاقهم من سكنهم من خلال ارتداء الكمامات الصحية. اليوم توصيات المرجعية ملزمة لجميع الشعب العراقي، خاصة الأخوة الحسينيون هم معنين أكثر بالتزام بتوجيهات المرجعية. بين الالتزام العقائدي والالتزام بتوصيات المرجعية وخلية الأزمة هناك رابط الوعي لدى المواطن العراقي، فالأمر اليوم مرهون بمدى تحمله للمسؤولية الاجتماعية. الإجراءات الوقائية ضرورة لا بد من المواكب الحسينية ومجالس العزاء الالتزام بها لمنع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر، خصوصا في هذه الفترة الحرجة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.